مشاهدينا الكرام، وصلنا دلوقتي فقرتنا الإخبارية اللي حنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معنا النهاردة فقرتنا الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية. دكتور سعد منورني، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير وحضرتك طيبة وكل المشاهدين طيبين. طبعا حوارنا النهاردة حيكون عن قمة جدة، لأنه كانت قمة مهمة جدا وكلنا تابعناها مبارح، وهي خلوني أبتدي من قمة جدة بالقمة المصرية والتي عقدت بين الرئيسين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة جدة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الرئيس الأمريكي رحب بلقائه الأول مع السيد الرئيس، مؤكدا تطلع الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط بالقيادة الرشيدة للسيد الرئيس، والتي تمثل دعامة رئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام السائر بالمنطقة. دكتور سعد، خليني أقف عند هذا اللقاء، لأنه بعد هذا اللقاء أنا همشي شوية. أعلن الرئيس جو بايدن بأنه هناك لقاء قريب ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس جو بايدن خارج بقى القمة. هل بعد هذا اللقاء استشعر الجانب الأمريكي بأن مصر تحتاج إلى أكثر من لقاء ثنائي من خلال قمة؟ طبعا. شوف، هو سياسة بايدن من البداية كان يعني تقليل النشاط السياسة الخارجية والاتجاه الداخلي. ده أنا بعتقد اللي سبب الفراغ اللي هم حاسين بيه، مش اللي احنا حاسين بيه، هم حاسين ان في فراغ في المنطقة. المنطقة فيها رقم واحد الحقيقة، مصر مهما حصل فيها على مر سنين طويلة وعقود طويلة، هي عاصمة القاهرة، عاصمة اتخاذ القرار في المنطقة، مش العربي بس، في المنطقة. فجزء من الترك اللي حصل مصر، ربما فوجئ الرئيس بايدن انه محتاج ان يسمع اكتر من الرئيس السيسي، لان السيسي الحقيقة الرؤية عنده واضحة، دماغه منظمة، شايف كويس خالص، راجل امين في عرضه، دايما بيقدم رؤى متكاملة، وده اللي بيحتاجه اي حد. انت بتلخص الحكايه كلها اللي ممكن هو يشتغل عليها هو والاداره الامريكيه كلها لمده سنين طويله. فانا بعتقد ان هو ادرك ان مصر، هو يعلم طبعا وزن مصر، لكن ادرك ان اذا حب يعوض انيميا المعلومات اللي عنده عن المنطقه، فيجب ان هو يقعد مع الرئيس السيسي تاني. وما قالهاش غير على مصر والسيسي فقط، يعني بمعنى رغم انه قاعد مع الناس كلها بما فيهم الاسرائيليين، لكن واضح انه ادرك تماما، واللي حواليه طبعا استشار امن قومي وزير خارجيه، الناس اللي حواليه نصحوه ان هو طالما ان هناك اتجاه او توجه امريكي بمحاوله ملء الفراغ اللي ترك من ايام اوباما، يبقى مصر هي اللي هتعوض كم المعلومات اللي نقصنا من المنطقة، وتقدير الموقف اللي هم مش هيقدروا يعملوه بالكيفية ولا بالمهارة اللي بيقدمها الرئيس السيسي. طيب، حضرتك ذكرت أوباما وأنا عايزة أقف عند النقطة دي. إحنا عارفين أنه موقف أوباما من 2011 وهيلاري كلينتون، وتحديدا أنا عايزة أتكلم على الحزب الديمقراطي، الديمقراتس ليهم توجه معين، وكان يمكن التقارب المصري الأمريكي كان وقت ترامب والحزب الجمهوري. معروف ان التوجه الديمقراطي، الحزب الديمقراطي كذا والحزب الجمهوري. هل تعاد الحسابات مرة أخرى من خلال الإدارة الأمريكية برئاسة الديمقراتس ببايدن، لأنه كان نائب وكان 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 وعاصر التوجه في هذه الفترة تجاه مصر؟ نعم. شوفي، كان في هدف كبير لدى إدارة أوباما، ودي بدأت من 2004 مش من 2008. من بدري شوية، آسف، 2008 بدأت من بدري شوية، وكان المفترض ان هو زي ما احنا عارفين اللي هو كونداليزا رايس بقى واللي حصل. وده كان تنفيذ مش لرؤيته هو، لا لرؤى سابقة. هو وجد ان هو كقائد ديمقراطي شاب
يستطيع. واللحظة ربما كانت مناسبة ليه، لأن احنا كنا في الفترة دي برضو النظم العربية كانت شاخت، كانت كبرت، وكان في ترهل في الأنظمة، وكانت الإدارات عندنا إدارات كلها إدارات تحولت إلى إدارات عائلية، ودي مسألة بتبوظ شوية الـ 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 الأعمدة بتاعة أي دولة. نعم. فكيف أوباما ابتدى بأنه هو زي ما احنا عارفين اللي حصل، الربيع العربي والكلام القطار الدهس الأمريكي الحقيقة اللي جالي كده. بايدن راجل عجوز وراجل فاهم وراجل بقاله أكتر من 50-60 سنة بيشتغل في السياسة، ففاهم الفرق. بس يعني السياسة واحدة، السياسة الأمريكية كلها واحدة، لكن الديمقراطيين السياسة موحدة. الفرق بين بايدن وبين أوباما هي فرق الخبرة والإدراك، دي نقطة. النقطة التانية، أيام أوباما كانت الدنيا مؤهلة لأن كان في ستار مش شايفين كويس. الحاجة التانية إن النهاردة، ودي نقطة مهمة جدا، بايدن بخبرته يدرك إن زي ما أنا قلت قبل كده إن هناك ترهل في القوى الأمريكية. أمريكا لم تعد هي أمريكا اللي كانت من 20 سنة، لا اختلفت. من 2001 أمريكا بدأ المنحنى ينحدر، ومش ينحدر بس، في نفس التوقيت بدأت حضارات أخرى وقوة أخرى تبزغ، عندك الصين، عندك روسيا، وإحنا شايفين الكلام ده دلوقتي الحقيقة. إيه اللي حرك بايدن يجيبه في التوقيت ده في السن ده ويعمل المجهود غير العادي اللي ما يقدرش يعمله رئيس شاب؟ أنا في يقين إن هو أمريكا بتحاول إنها تلملم ما بقي ليها أو تمتن ما بقي ليها من أقدام بسيطة جدا في المنطقة. نعم. والأفهم من أمريكا بالكلام ده إسرائيل. إسرائيل خلال 10 سنين الأخيرة، وخاصة في السنين اللي كان فيها الجمهوريين ترامب، تمكنت من إن هي تدعم موقفها لدرجة إنها قبل كده كانت بتستجد العرب للسلام، للعلاقات، لأي حاجة. النهاردة الموقف احنا شفنا أثناء زيارة ترامب، الموقف الإسرائيلي يتميز بالتجرؤ اللي ما كانش موجود قبل كده. يعني أقصد من الكلام إن الفرق بين أوباما وبين ترامب وبين بايدن، إن بايدن التوقيت ده بيحاول يعالج فيه اللي حصل خلال السنين اللي فاتت، لكن في تقديري فات الميعاد. صحيح. بالمناسبة، بما أن فات الميعاد، تم الإعلان عن زيارة لرئيس الصين. نعم. أيضا إلى المنطقة خلال الفترة أنت القادمة. عندك بوتين. صحيح. بوتين في إيران. صحيح. هو الرئيس التركي. صحيح. وده مش رد على فكرة بالمناسبة. بوتين حدد ميعاد الزيارة من بدري، هي تأجلت لأسباب، وده أرجو أن احنا قادة المنطقة يتعمل تقدير موقف جديد بناء على أن بوتين جاي، الرئيس الصيني جاي. يعني خدوا بالكم ان هنبقى احنا من جديد مسرح للصراع بين القوى الكبرى، وربما يحدث شيء ما في المنطقة تعلن بعدها القوى اللي هتقود خلال الفترة القادمة. صحيح. خلينا ايضا مع قمة جدة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد ان لمصر تجارب تاريخية عديدة في المنطقة، كانت دوما خلالها رائدة وسباقة في الانفتاح على مختلف الشعوب والثقافات وانتهاج مسار السلام، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي صنعته وفرضته وحافظته وحملت لواء نشر ثقافته، ايمانا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع، وهو سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن واحترام حقوق الآخر وقبوله. وطرح الرئيس السيسي خلال كلمته بأعمال قمة جدة للأمن والتنمية مقاربة شاملة تتضمن 5 محاور للتحرك في القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة لخدمة أهدافنا المنشودة صوب منطقة أكثر استقرارا وازدهارا. خليني أقول إن لما استمعنا إلى الكلمات كلها اللي كانت امبارح في قمة جدة، يمكن خليني أقول السيد الرئيس هو اللي قدم، الوحيد اللي قدم رؤية 1-2-3-4-5، وأعتقد إن دي كانت، خليني أقول، اللي يستمع ليها هي مفتاح الحل للمنطقة. أنا بتكلم على منطقة الشرق، هو مفتاح الحل للخروج من، مش عايز أقول أزمة، لكن من تصارع القوى على المنطقة. نعم.
معك حق جدا طبعا. شوفي هو كل التسعة قالوا كلمات، تمانية غير السيد الرئيس. الكل تقريبا كان بيحكي حاجات خاصة بمحلية، وبيحكي عن ربما ذكريات تاريخية وعن أمال، لكن في اتنين تمسوا في الكلام مع الرئيس السيسي، الرئيس وزراء العراق وملك الأردن. حقيقة كان في تماس، وده طبيعي، ما هي دي الدول اللي تستطيع أنها تجد من المفردات ما تعبر به بدقة عن الواقع اللي بتعيشه المنطقة. الرئيس السيسي كعادته يعني في أنا فاكر له مواقف مهمة جدا. أول خطاب لي في الأمم المتحدة في سبتمبر 2013 14 نعم. نفتكر برضو كلمته في مايو 2017 في مؤتمر مكافحة الإرهاب والتطرف اللي كان في الرياض، نعم. ودي المرة الثالثة، يعني دي كلها الحقيقة كلمات بصمة. في تصوري ان تقريبا القادة العرب كانوا يعني عندهم الاستعداد ان هم يفوضوا مصر في طرح رؤية، او كأنهم كلهم كانوا مقتنعين بان مصر مؤكد بالطلاع او بعدم الطلاع هتقدم رؤية متكاملة. اللي قاله الرئيس امبارح لها كان محترم جدا. انا في جزء من الكلام بتاعه لها كنت بسمعه بصوت السادات، وجزء كنت بسمعه بصوت عبد الناصر الحقيقة، يعني وده ما يقللش طبعا من لان انا شايف ان الراجل ده هو خليط جيد الحقيقه، خليط وطني جيد، خد منهم افضل ما كان. كان في قوه في الخطاب، ودي قوه عبد الناصر، الكلام بكرامه وبنوع من الكبر الوطني والاعتزاز بان انت الامه اللي قدمت للعالم. ده كان جزء الثاني، وهي الخمس محاور اللي قدمها هي خارطه الطريق، وهي واقعية للغاية. وأنا شفت الحالة محتة أكتر من مرة وزير الخارجية الأمريكي كأنه بيكتب درس إملاء. وربما أن الكلام ده هو من الحاجات الأساسية اللي لمحوها بدري في الرئيس السيسي، وطلبوا أن يبقى فيه زيارة أو يبقى فيه لقاء تاني. المحاور دي هي خلاصة تشخيص لمشكلة لأزمات المنطقة على مدار من الأربعينات لغاية النهاردة، يعني حوالي 60-70 سنة أو أكتر، والحلول بتاعتها إيه. لكن يبقى اللي قاله السيد الرئيس أمل، وفي فرق أنت عارفة بين الرغبة والقدرة. لدينا رغبة، لكن مش بإيدك أنت لوحدك القدرة في أنك تغيري. لكن أنا أتصور أنك أنت في الوقت الحالي، هو قال كلمة مهمة جدا السيد الرئيس، كل قاله مهمة الحقيقة، لكن لما يقول أن احنا قادرين على حماية أمننا القومي، وان احنا بما معناه برضو ان احنا الامن القومي العربي احنا مسؤولين، وهنقدر ندافع عنه وهنقدر نحميه بشكل ذاتي. ده رد على حاجات اتقالت كتير، منها اللي انا كنت متخوف منه اللقاء اللي فات، وكتبت اكتر من مرة عنه، ان موضوع النيتو العربي. طبعا الكلام ده كان حقيقة، وزير الخارجية السعودي امبارح قال احنا لا سمعنا ولا ناقشنا الكلام ده، وده كلام حقيقي، لكن دي ما كانتش اشاعة. لا، أنا أعتقد لأنه صدرت عن وسائل إعلام أمريكية محترمة قريبة من الإدارة الأمريكية الكلام ده. أنا أعتقد أن اليهود والإدارة الأمريكية اتفقوا على، أنت عارفة دايما الحاجات اللي بتبقى مش مستوعبة بتطرح وتتساب، يعني في مصر هتعملي تغيير وزاري، تقوم تطرحي كم اسم بشكل غير مباشر، مش الدولة اللي بتطرح، أي جهاز من الأجهزة، وشوف الناس بتقول إيه. أنا أعتقد أن ده عملية جس نبض، فوجدوا ان دي هتعمل مشكلة اكبر في المنطقة، وهتزيد الهوة اللي بتفصل الامريكان عن مصالحهم، مش عن المنطقة، عن مصالحهم. ولذلك انت اتكلمتي فيه، كان ردك بقى على الاشاعة المسربة ان انا فاهم اللي انتوا بتعملوه ايه، ولذلك انا بقول امننا القومي المصري او العربي احنا قادرين بقوتنا الذاتية ان احنا نحميه. الكلام ده كان مهم للغاية. كل اللي قاله السيد الرئيس امبارح انا في تقديري انه خريطة طريق جيدة جدا للخارج، اذا كان عاوز، للامريكان اذا كانوا عاوزين، او حتى للقادم. والرئيس فاهم كويس للقادم، بمعنى اذا انت قدرت تشتغل ده امريكا ده كويس خالص، ما قدرتش انا بدي خريطة للعالم كله، يجوا بقى الصينيين، يجوا الروس، اللي يجي بقى فاهم ان المنطقة دي
محتاجة إيه، ما يدورش كتير، يبقى عارف إيه اللي إحنا محتاجينه. نعم. طيب برضو خلال كلمة السيد الرئيس طرح، وطبعا هي الكلام كان كله اقتصاد، طاقة، بترول، لكن السيد الرئيس تطرق أيضا لموضوع مهم، وهذا الموضوع خليني أقول أنه ما فيش مناسبة أو ما فيش قمة أو ما فيش أي حاجة غير لما السيد الرئيس بيطرح هذا الموضوع، ألا وهو سد النهضة. ده والرئيس بيتكلم على سد النهضة بما يعني حق الشعوب في قانون الأنهار. قانون الأنهار. ما زال الحوار، يعني الرئيس بيتجه إلى التفاوض، إلى الاتفاق، ويكون اتفاق ملزم، ويطرح القضية بشكل دولي للجميع. وأنا أعلم جيدا أنه العديد من دول أوروبا مش عايزة تتطرق لهذا الموضوع، لأن عندها نفس القصة اللي هي الأنهار المشتركة مع عندك دولة. تركيا في مشكلة، المشكلة دلوقتي مع السوريين والعراقيين. نعم. عندك يعني قضية المية موجودة. نعم. موجودة في أكتر من مكان يعني. لكن عندنا أكتر. نعم. ومصر بتطرحها بشكل كبير. نعم. ودوليا. نعم. يعني دوليا. نعم. نعم. هل تعتقد أنه هذا الجانب الأمريكي ممكن أنه يستمع، خاصة أنه أيضا خلال فترة حكم الرئيس ترامب كان هناك تقريبا وصلنا لنقطة كويسة. نعم. كنا خلاص رايحين نمضي. نعم. الاتفاق. نعم. في واشنطن. نعم. يعني وتخاذل الجانب الإثيوبي. نعم. هل من الممكن أن نعيد هذا الموضوع مرة أخرى؟ أنا أعتقد مع بايدن لا، يعني احنا كنا زي ما حضرتك قلتي مع ترامب. ترامب كان أكثر جرأة، وكانت العملية بالنسبة له عملية بيزنس مفيهاش سياسة خالص. هو كان بفتقد لحاجة دبلوماسية، والخبرة السياسية كانت عنده قليلة، لكن كان لأن أي واحد بتاع بيزنس دايما أقرب خط بالنقطتين والخط المستقيم، السياسة ما تعرفش الخط المستقيم. فترامب انت وصلت معه لمرحلة جيدة. مع بايدن لا، بايدن أو أمريكا أو أي حد في الدنيا عاوز يتحقق مصلحة لازم تحط له مصلحة قدام مصلحة. امبارح لما جاء المنطقة، انت وجودك مهم جدا عشان كافة الميزان تعتدل، لكن المصلحة مش عندك انت، المصلحة عندك في السلام، في محاولة الاستمرار في جو السلام، في تهدئة الفلسطينيين مع الإسرائيليين. لكن هو الأساس بالنسبة له كان البترول، جاي للبترول. ده رقم واحد، الشواء العدم في إسرائيل لدعم إسرائيل، انتقاله للخليج لدعم الجزء ده. لكن الأهم بالنسبة للاجتماع مع الإمارات، مع السعودية، البترول، لأن الطاقة دي مشكلة كبيرة جدا، لأن نسبة التضخم حتى في أوروبا زادت بطريقة غير مسبوقة، هيبقى عندهم مشكلة لسه جاي. فأنا بعتقد أن أنت مش هتقدر تعملي مع أمريكا، أو أمريكا مش هتقدر تفيدك إلا إذا أنت تمكنتي من إدارة المنطقة أو إدارة أمور المنطقة بما يعيد لك تاني مرة، للمرة التانية، الدور اللي كان ليك قبل كده. بمعنى لازم إسرائيل ترجع تخاف منك تاني. أنا ما بقولش نهدد إسرائيل، لكن لازم العالم كله خاصة أمريكا تدرك إن مصر مصلحتها قد، لأن في عندك دول أخرى، هي مش أثيوبيا، أثيوبيا لا شيء في هذا الموضوع، لا، في دول أخرى، ربما إسرائيل، وربما بعض الدول العربية، ربما بتستثمر. يعني نعم. ربما بعض الدول الأوروبية. إن ما كانش العالم هيدرك، والأسيوية. نعم. لا، هو شوف أقولك، هي الصين بس التوربينات كانت من الصين، وده بقرض. لكن عندك إيطاليا هي المقاول الكبير. عندك في دولتين عربيتين ساعدوا. صحيح. البنك الدولي. صحيح. في عندك، ما كنتش انت يبقى عندك ورق او مجموعه اوراق تضغطي بها على الناس دي كلها، وانت تقدري. يعني موضوع الهجره الشرعيه انت عملت فيه في السنين اللي فاتت دي شغل كبير جدا ومكلف جدا، معظمه لصالح اوروبا مش لصالحك انت. صحيح. لصالح اوروبا. دي نقطه يجب انت، بس علشان المهاجرين في تركيا هيعدوا السوريين، وقف الناس لغايه ما قبض. احنا مش لهذا الحد، لكن مصلحتنا، مصلحتك مع أوروبا تقدري توقفي، مصلحتك مع كل الأطراف الفاعلة في موضوع السد. أنا من بدري الحقيقة كان لي رأي، وربما الرأي لا يتوائم أو لا يتماس مع الاتجاه الدولة. يعني كان من بدري قلت هناك حلول أمنية مش عسكرية، حلول أمنية، وكان نقدر نخلص الموضوع من بدري. لكن الرئاسة مؤكد لها
عندهم معلومات اكتر، حسابات هم حسابات ده الموقف عندهم يبقى مظبوط. لكن في كل الاحوال ايا كان القرار المصري حتى لو وصل الى اعلى درجاته الشعب هيقف معاه. وخد بالك من حاجه، ارجو ان قادتنا وقاده الراي عندنا يقروا التاريخ. موضوع المية ده موضوع من زمان مش من النهاردة، من أيام الحرب الصليبية، من 1200 وشوية، والموضوع اتكرر قبليها وبعدها كتير لأنهم عارفين خنقة مصر من المكان ده. احنا أهملنا شوية في فترة من الفترات أيام الرئيس المرحوم حسني مبارك الحقيقة في الجزء ده، أيام السادات كنا واعيين جدا. أيام مبارك سيبنا من 95، من لحظة محاولة اغتيال الرئيس مبارك الله يرحمه، والجزء ده احنا هملناه على الرغم من ان كان في عندنا سفراء جيدين هناك ونبهوا، لكن كانت الامور مش قلقاهم كتير، مش قلقاهم. لكن احنا لازم نقرا تاريخ عشان ندرك ان اللي بيحصل النهارده من صد النهضه او على النيل موضوع اكبر بكتير من اثيوبيا، ولا يجب ان احنا نسيب مقدراتنا لحد ما تتعقد اكتر من لازم. خليني أنتقل لموضوع آخر، حيث قال النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خارطة طريق جديدة تؤكد أهمية الحفاظ على هوية الدولة المصرية، لافتا إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية الأمن العربي وأنه لا يتجزأ ويعتبر رسالة قوية تبرهن مدى تماسك الوطن العربي. وأوضح أبو العنين في تصريحات له أن الرئيس السيسي وضع رؤية مصر لتحقيق السلام في المنطقة العربية، مضيفا أن مصر لديها خبرة في التعامل مع الأمور السياسية والجيوسياسية منذ وقت بعيد. وتابع أبو العنين الرئيس السيسي وضع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهما من أجل وضع حلول للمشاكل والأزمات التي تواجه المنطقة، مضيفا أن الرئيس السيسي تحدث عن التحديات التي تواجه المنطقة العربية والعالم وأهمها ملف التغيرات المناخية، وخاصة أنه أصبح من الضروري الاتجاه إلى استخدام الطاقة المتجددة في كافة القطاعات بدلا من مصادر الطاقة التي تعتمد على الوقود والبترول. أشار النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب إلى أن هناك رغبة مجتمعية في توطين التكنولوجيا العربية التي تملك رؤوس أموال عربية ويتحكم فيها العرب من أجل المشاركة الفعالة في الثورة الصناعية، مضيفا أن رسائل الرئيس السيسي في قمة جدة للأمن والتنمية كانت واضحة وجامعة وتشير للعديد من القضايا الاقتصادية والسياسية. دكتور سعد، تصريحات النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب يعني احنا شهدناها امبارح من خلال المداخلة اللي أجراها مع الزميل عزة مصطفى في برنامجها صالة التحرير، وكانت يعني هو قدم مقترح أو رؤية لما طرحه الرئيس السيسي. خليني أقف عند حتة يمكن السيد محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب بيتكلم تحديدا على التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد، وده محور مهم جدا يعني. رأي حضرتك إيه؟ شوف أنا سمعت المداخلة واللي في ميزة في المداخلة لو أي حد تاني ما سمعهاش، أنت بلغة الجسد وكانت من نبرة الصوت. ودايما النائب أبو العنين في كل أزماتنا وفي كل المحطات الحائمة وهم في الوطن بتلاقيه بيطلع بيشارك، إما لو له دور بيعمله ملوش دور فهو بيدعم حتى لو بتصريح زي امبارح، يشكر عليه لأن ده الوطنية يعني. ده اللي مطلوب من أي حد وطني إنه يعمل كده، يبقى له دور، يبقى له ظهور يعني. مسألة التكنولوجيا، هو راجل ذكي بما إنه راجل بتاع الصناعة، فهو يدرك ان كل الدعم اللي احنا بناخده من اوروبا ومن امريكا، امريكا امبارح بتدي 100 مليون للفلسطينيين وبتدي للاردنيين مليون وشويه مليار وشويه وبتدي وكانت بتدينا ولا زالت في معونات، احنا مش عاوزين مال. ده اللي كان يقصده تماما النائب ابو العنين، احنا عاوزين تكنولوجيا. توطين التكنولوجيا اهم بكتير. عارفه المثل الصيني علميني ازاي اصطاد ما تدينيش سمكه؟ هو بالظبط المثل ده، بما انه هو مدرك ان نقل او توطين الصناعه مساله مكلفه جدا لمصر، رغم ان في اجيال متقدمه من الصناعه احنا ما خدناش منها الجيل الثاني ولا الثالث ولا الرابع. فلما تبقى خلاصه المطلب بتاعه ان اذا كنتوا عاوزين تبقى لكم مصلحه عندنا فساعدونا مش بالمال، ساعدونا بتوطين التكنولوجيا. واحنا الحقيقه العصر اللي احنا فيه تخطى مرحله التكنولوجيا،
احنا المعرفة النهاردة وعصر المعلومات سبق كتير التكنولوجيا، صحيح وأدوات التكنولوجيا، لكن لن تتمكن من اللحاق بالعالم إلا إذا كان عندك معلومات معرفة وأدواتها تبقى التكنولوجيا الحديثة. أنت عندك في مصر دلوقتي مستوى الناس اللي بتشتغل في التكنولوجيا عالي جدا، عالي جدا، حتى في أمن التكنولوجيا، في أمن السيبران بتشتغل فيه كويس جدا. لكن أنت في عندك دول، والرئيس قال الكلام ده قريب، قال في دول يعني عندها، لما كان بيتكلم في موضوع العباقرة وأوصى الحقيقة الإعلام بأنه يستبدل موضوع المطابخ والكلام ده، الحقيقة طبخ العقول أفضل بكتير من طبخ البطون. صحيح. للأسف احنا، أنا لغاية دلوقتي ما شفتش حد استجاب بالاستجابة إلا جايز الشركة الأخرى اللي هي بتتولى إدارة إعلام الدولة، إذا كان ده فهمي صحيح يعني. لكن التكنولوجيا، بدون تكنولوجيا، بدون توطين تكنولوجيا في بلاد فيها 100 مليون ولا 110 مليون وفيها عقليات عباقرة الحقيقة، يبقى احنا بنستهلك. هي دي بالضبط سياسة المطابخ برضو، بيديك عشان تاكلي، بيديك عشان لكن ما ادكش حاجة تقدر تصنعي بها وتعمل قيمة مضافة. صحيح. طب احنا معانا جزء من المداخلة يعني قال حاجة، عفوا أقصد أنه هو خلال مداخلته في جزء اتكلم فيه، أنا عايزة أقرأ لحضرتك، لأنه هنا النائب محمد أبو العينين حط مواجهة أو مسك حاجة من عند الرئيس وحط فيها مواجهة، أن الرئيس السيسي وضع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهما من أجل وضع حلول للمشاكل. هو زي ما تقول رمى الكرة في ملعبهم. نعم. طيب هل يعني النائب أبو العينين قدر يلقط الكلام ده من عند الرئيس السيسي؟ لا. هل الجانب الآخر لقط ده؟ الجانب الآخر يعرف من بدري، مش لقط من بدري. انت بس هو انت متوقع اللي قاله الرئيس السيسي، هو بس الرئيس السيسي تمكن من الصياغة بشكل محترم جدا او منضبط جدا وسمعوا للدنيا كلها، أو شاهد الدنيا كلها هو بيسمعوا للأمريكان وغير الأمريكان. هو كان الحقيقة الرسالة كانت واضحة لكل الدنيا، لكن هو بيشاهد إن يعني بقول لك أنت آخر حاجة أنا بقولها لك، بقى ما فيش غير إن أنا أقول لك، أنت عارف، لكن أنا بقول لك، بقولها لك في وشك، بقولها لك في وشك. فهو الأمريكان عارفين كل حاجة وعارفين من بدري، لكن هم يعني لظروفك ولظروفهم ومنهم القوى الكبيرة اللي بتدير العالم أو كانت بتدير لوحدها العالم، فهي بتدي لكل حد على قدر ما تستفيد. لكن أنت المشكلة دايما مش فيه، مشكلة فيكي. يعني شوف السادات، احنا ما استفدناش الحقيقة من تجربة السادات. في سادات اخترع حاجة في علم التفاوض وهو طغيان الضعيف. احنا ما كناش قد أمريكا وإسرائيل في سنة 78 لما قعدنا في كامب ديفيد، لكن في مارس 79 وقعنا اتفاقية جيدة جدا كان فيها نصر سياسي أكبر بكتير، وانت ما كنتش الأقوى. احنا نقدر نعمل كده. أنا عجبني امبارح رغم تحفظي طبعا على الأنظمة العربية، ومش كرها ولا حاجة، لا اشفاقا على اللي بيحصل، عجبني امبارح محمد بن سلمان حقيقة اللي بص وهو بيسلم على 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 بايدن، اللي بيبص وعينيه في عين بايدن. الرد بتاعه في الاجتماع لما كلمه في موضوع خشاشجي، رغم برضه ان انا بتحفظ على موضوع خشاشجي لان الموضوع اكبر من ان الراجل اتقتل، لا، الموضوع ان ده كان المقصود به انهاء الحكم السعوديين في الجزيره. نعم. والكلام ده كان واضح، يعني تركيا عاوزه الكلام ده ولا زال في دماغها هذا الكلام. فكانت الحكايه بالنسبه لي ان امبارح محمد بن سلمان كان مختلف عن، مش عن محمد بن سلمان في الفترة اللي فاتت بس، لا، عن كل القضاء الخليجيين. كان ردوده أنا بقولك واضح أنه هو ضرب جدا، وجلسته حتى وهو قاعد يعني كانت فيها كده ضرب قوة. وهو عنده اللي شفتي أنت أنت, نعم. أنت 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 في مشكلة، في مشكلة عندك، مش عند أمريكا، معاك مشكلة عندك أنت كعرب. أنت عندك ثروة بشرية، أنت 450 مليون، يعني أكبر من أوروبا وأكبر من أمريكا. أنت عندك ثروات، الناس كلها دلوقتي جايلك عشان الثروات اللي عندك. أنت يعني عندك قوة مش بشرية بس، بشرية متعلمة وعندها معرفة، في جزء كبير من عندك، عندك جغرافيا مهمة للغاية،
عندك مصر، مصر بالمناسبة الموضوع مش إن وده والرئيس السيسي الحقيقة بحييه، لأن ما لم يستنبطه معظم الناس أو يستقرؤوه، الرئيس بيحاول يستعيد مرة تانية دور مصر، مش الريادي ومش الجغرافي والتقليدي، لا لا، دور مصر الروحي. مصر بالمناسبة، أنت عارفة مين أول خادم للحرمين؟ أول مسمى كان فين؟ لا كان مصر. مصر علي الكبير. أيوة نعم، كانت مصر، مصر كانت العظمة بتاعتها كانت مش في الجغرافيا والتاريخ بس، لا، كان عندك طاقة روحية للمسلمين، ودي الأهم، ودي اللي علشانها، جزء من اللي علشانها ترامب جه بالمناسبة، لأن دي منتهى الخطورة، إنك أنت يبقى عندك مصدر طاقة روحاني بتستعيديه النهاردة. ولذلك من الحاجات اللي جم عليها وكسروها، يعني مش عاوز أدخل في التاريخ، لكن أنا بفكر الناس باللي عملوا. ليه محمد علي ضرب الوهابية والسنوسية والمهدية؟ ليه؟ في ليه المماليك قبل كده؟ الصالح أيوب، إيه اللي عمله الصالح أيوب؟ أنا عاوز الناس تقرأ تاريخ، وأتمنى إن برامجنا دي تدي تشرح للناس تاريخ، لأن بالتاريخ هتقدري تنتبهي فين أنت. دكتور حمدان كتب كتاب مهم جدا، الاتجاهات الأربعة، بيقولك عظمة مصر فين. أرجو إن جمال الناس حمدان تقرأ. جمال حمدان نعم. أرجو إن الناس تقرأ الكلام ده، لأن ده كلام مهم جدا عشان ندرك. الرئيس السيسي في تقديري اللي مش معلن واللي ما حدش بيتكلم فيه، إنه مدرك تماما إن مصر مش جغرافيا وتاريخ بس، لا، في أشياء أخرى بيحاول يستعيدها، اللي هي حاولت تسطو عليها تركيا. تركيا في زمان لما جات عندك، جات وسادت المنطقة بالكامل، العالم الإسلامي اللي هو من أندونيسيا وماليزيا لغاية المغرب، بأنها خليفة المسلمين، إنها اللي بتدير الإسلام. ولما جات لك مش جات عشان مصر بس، لا، عشان سواكن، اللي هي بعد كده في 2014 و15 نزلت فيها تاني، اللي هي في السودان، عشان دي قصد مكة. هناك حلم عثماني نستفيد منه إيه؟ إن استعادة الطاقة الروحية لمصر بالضبط نفس القيمة اللي انت تقدري تاخديها من جغرافيا العبقرية المصرية، جغرافيا وتاريخ مصر. صحيح، ده احنا عايزين برنامج نقعد نتكلم فيه في التاريخ. وقبل ما انتقل للخبر الآخر، حضرتك يعني مسيت نقطة في غاية الأهمية لما سمعنا خطاب بايدن وخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تل أبيب. لما وصل كان كله بيرجع للتاريخ طبعا. يعني كان الكلام كله من أيام سيدنا يوسف، يعني كان كل حتى الكلام هم بيتكلموا تاريخيا. نعم. يعني الموضوع قديم. ما هو ليه؟ خدي بالك من نقطة مهمة للغاية، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده في مايو 2017. أخطر ما حدث بعديها إن تم الاعتراف بالقدس. نعم. ودي كانت بداية لإيه؟ وقلت اربطوا الحدث ده بحاجتين. الحاجة الأولانية إن وعد بولفور كان في مايو 1917، والحاجة الثانية إن اللي حصل من 2001 في ضرب بأفغانستان ثم العراق، ليبيا، اليمن، محاولة ضرب مصر، ما هي دي الدول رشا اللي فيها حضارات. صحيح. في محاولة كبيرة من جانب الصهاينة لإذابة هذه الحضارات، سواء الهوية الوطنية أو ضرب الهوية الوطنية بالهوية الدينية. وبعدين بقى في 2017 استدعاء حضارة جديدة، وكأن هناك محاولة لتنصيب إسرائيل على هذه المنطقة، فلازم يعملوا لها تاريخ ويعملوا لها جغرافيا، يعملوا لها حاجات كتير. طيب أنتقل لقراءة مقال لحظة الصدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد، تحت عنوان قمة ألمانيا. قالت أبو الفتح: يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم زيارة تاريخية إلى ألمانيا لمدة يومين لحضور مؤتمر بيترسبرغ للمناخ في بون، والذي يبحث التغيرات المناخية التي تؤثر على العالم كله وسط أجواء ساخنة وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. يسافر الرئيس مشاركا في واحد من المؤتمرات المناخية المهمة. تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الوطني المخلص لقضايا بلده ومنطقته وموقفه
موقفه المشرف وكلمته الحاسمة في لقاء القمة أمس في السعودية مع الرئيس الأمريكي بايدن وعدد من قادة المنطقة. واليوم يتابع جولاته المكوكية بالسفر إلى ألمانيا، يلتقي الرئيس الألماني شتاينماير والمستشار أولاف شولتز وعدد من أعضاء الحكومة الألمانية، ويشارك حوار بيترسبرغ للمناخ ليثري بحضوره الحوار الذي تنظمه ألمانيا منذ عام 2009. وحرصت هذا العام على مشاركة مصر وهي الدولة المحورية التي تستعد لاستضافة مؤتمر قمة المناخ العالمية في نوفمبر القادم الذي ينتظره العالم بكل طبقاته الغني والفقير، لما يصدر عنه من توصيات وقرارات لوقف هذا الاستنزاف المميت للبيئة وأيسر السبل لحماية المناخ الذي صار يمثل أولوية مشتركة للبلدين، حيث إن التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية والغازية أثرت وتؤثر على كل دول العالم، وإن كانت الدول النامية هي التي تدفع ثمنا فادحا للتقدم الصناعي في العالم الأول. وبمتابعة من قريب لاستعدادات مصر للقمة المرتقبة في مدينة شرم الشيخ، فإنني أرى أن الناس لا يزالون في حاجة لأن يعرفوا أكثر عن المخاطر المناخية ومسؤولية كل جهة ومؤسسة والجهد والسلوك المطلوب من المواطن البسيط في الحفاظ عليها، والمطلوب إضافة للاستعدادات والفنادق والشوارع التي أثق أن شرم الشيخ ستكون عند حسن الظن بها كما تعودنا، لكننا نحتاج إلى برامج توسع المشاركة وتعمق التوعية بهذه القمة التي تعد واحدة من أهم القمم التي تستضيفها مصر. الرئيس السيسي دائما رافع اسم مصر في المحافل الدولية، ووجوده في كل بلد يؤكد مكانة مصر ومكانته ومواقفه القوية وبعد نظره وحكمته في معالجة القضايا. أعاد مصر إلى مكانتها العالمية والإقليمية البارزة، تحية للرئيس البطل عبد الفتاح السيسي على كل ما يتحمله من مشاق وما يقدمه لمصر والعالم. يعني الأستاذة إلهام، أنتم محظوظين بها الحقيقة. فعلا. لا فعلا إحنا محظوظين، أصل نادر أنك تلاقي حد كاتب عنده القدرة على الصياغة كده ويبقى شاطر في الإدارة. بتوع الإدارة بيبقوا خايبين دايما في الكتابة، هي كاتبة كويس خالص خالص يعني، وكل مقالاتها تقريبا اللي بتكتبها على هذا المستوى. هي التقطت ظرف أو حدث مهم بالنسبة لنا. على فكرة معظم الناس كتبوا أنه راح ألمانيا لكن بس ما ركزوش. صحيح. فإحنا أكيد النهاردة هنتابع القمة لما يتوجه إن شاء الله بالسلامة السيد الرئيس ويصل إلى هناك. وأكيد يعني هي أستاذة إلهام حطت حاجة مهمة، إنه زي ما حضرتك قلت كنت بتقول دلوقتي واستكمالا، إن مصر رجعت لدورها. نعم. الدولي والإقليمي. نعم. دكتور سعد الزنطة مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا يا فندم. شكرا شكرا. مشاهدينا الكرام، بكده بنكون انتهينا من جولتنا الإخبارية. هنطلع فاصل وبعد الفاصل موعدكم مع الفقرة الرياضية مع جاد، وشوية كلام بقى عن الرياضة. امبارح كانت فيها ماتشات مهمة جدا، هنتابع مع الفقرة الرياضية.